المركز الوطني محمد السادس للمعاقين يفتح أبوابه في الفترة الصيفية في وجه ذوي الاحتياجات الخاصة. أطفال بين 6 و16 سنة يجدون في هذا الفضاء متنفسا للاستمتاع بالعطلة الصيفية واكتساب مهارات جديدة نحو تنشئة اجتماعية سليمة. هذه السنة عندنا تقريبا 70 ديال الوليدات، فيهم تقريبا 75% عندهم إعاقة ذهنية و25% من غير المعاقين، وهذا الهدف ديالو هو انه نخلقوا واحد الدمج بين الشباب والشابات اللي عندهم اعاقه ذهنيه واللي ما عندهمش اعاقه ذهنيه. اطر المركز الوطني محمد السادس تكلفوا بالجانب او الشق العلمي، حيث تكلفوا بشرح مقتضيات دمج الاطفال في وضعيات اعاقه من خلال التربيه الخاصه داخل فضاء المخيم. انشطه ترفيهيه متنوعه ومختلفه يضعها المركز رهن اشاره هذه الفئه التي تستفيد منها رفقه 20 طفلا ويافعا غير معاقين ينتمون لطبقه اجتماعية معوزة، وذلك بهدف الإدماج الفعلي للأطفال في وضعية إعاقة ذهنية في الحياة الاجتماعية وخلق انسجام بين الأطفال المستفيدين. احنا جينا للمخيم على حساب الأطفال باش نحس اللي هما مساكن المرض وما كنبغوش نحسهم بأنهم مرضين. احنا كنتعاملوا معهم أونسومبل، كنحسبهم بحال خوتنا. تعلمت راسي، درت تمثيل، رقصنا، شطحنا، لعبنا، درنا رياضة، لعبنا سبور، تنعموا في لابيسين. 68 طفلا وطفلة في هذا المخيم الصيفي يستفيدون من ورشات متنوعة للموسيقى والمسرح والرياضة وغيرها، موعد سنوي يستجيب لاحتياجات الأطفال وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة منهم للترويح عن النفس خلال الفترة الصيفية.